طبعا بعض الطلبه بتزغرط عشان ده اخر ايام امتحانات، فرحه كبيره جدا بعد انتهاء امتحانات الثانويه العامه بمحافظه الجيزه او بلجان محافظه الجيزه. زي ما حضراتكم شايفين طبعا الطلاب في حاله فرحه كبيره جدا جدا. التقاط الصور التذكاريه في اخر ايام امتحانات الثانويه العامه بمحافظه الجيزه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كلهم جايبين بلالين وورد وشوكولاته، وطبعا بيحتفلوا باخر ايام امتحانات الثانويه العامه بطريقتهم الخاصه وبصحبه اصدقائهم واقاربهم واولياء الامور. طبعا ببلالين، بتحتفلي بالبلالين النهارده بعد اخر امتحانات الثانويه العامه؟ حاسه بايه؟ فرحانه. تعالي كده طيب عشان العربيه. متوقع الامتحان النهارده يجي سهل؟ سهل وصعب، انا هفرح يعني، مش فارقه. طيب ذاكرتي كويس؟ اه الحمد لله. امتحاناتك اللي عدت كانت عامله ازاي؟ الكيمياء وحشه. ايه الحلو وايه الوحش؟ الكيمياء طبعا وحشه. وايه تاني كان حلو؟ بالنسبه لي كان الدنيا. طيب النهارده وصفي لي فرحتك بقى باخر ايام امتحانات الثانويه العامه. البلالين تتكلم. البلالين تتكلم. يا بنتي امشي يا بنتي عطلتي. طبعا احد الطلاب جايبين معاهم البلالين والشوكولاتات والورد، وبيلتقطوا الصور التذكاريه مع اصدقائهم بداخل لجان محافظه الجيزه. زي ما حضراتكم شايفين النهارده في فرحه كبيره جدا جدا رسمه على كل الطلاب واولياء الامور باحد لجان محافظه الجيزه زي ما حضراتكم شايفين. توافد عدد كبير جدا من الطلاب لاداء اخر امتحانات الثانويه العامه، الفلسفه والمنطق والرياضه البحته والاحياء بداخل احد لجان محافظه الجيزه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كل الطلاب جايبين معاهم البلالين والورد والشوكولاتات، بيحتفلوا باخر امتحانات الثانويه العامه. وكمان يلا هذا من دخل طبعا الامتحان هيبدا على الساعه 9، مده الامتحان ساعتين، وبيودعوا اهاليهم واقاربهم بالاحضان زي ما حضراتكم شايفين.